عقدت مؤسسه حياه كريمه اولى جلسات الحوار المجتمعي باحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ وذلك للاستماع لاراء الاهالي ومقترحاتهم بشان مشروعات المبادره الرئاسيه لتطوير الريف المصري واستهدف الحوار المجتمعي عرض كافه المشاكل الخاصه بالمرافق والبنيه التحتيه والخدمات المقدمه وشهد الحوار الاستماع لمطالب المواطنين والتعرف على ارائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادره الرئاسيه وكيفيه تنفيذ هذه المقترحات ودعمها استعدادا لاطلاق المرحله الثانيه من المبادره الرئاسيه بقرى مركز دسوق العام المقبل